وصفة جد رائعة، غنية بالفيتامينات كذلك ملينة للقولون، وفي نفس الوقت فاتحة للشهية بشكل رهيب جدا 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 جدا. أنا شخصيا من الوصفات اللي معتمدة عندي. غنتعرفوا على الفيتامينات اللي فيها، كذلك الفوائد اللي فيها، والمقادير أكيد اللي كتشوفوا معانا. ولكن قبل من هذا الشيء كامل، إذا كانت أول مرة كتعرفوا على قناتنا، قناة حلويات أم عبد المغيث، ما عليكم الا الضغط على زر الاشتراك، صابوني سبسكرايب، وكذلك تفعيل زر الجرس بجوجودينات للتوصل بكل جديد ومفيد. نبداو على بركه الله. هنا كيف كتشوفوا معايا عندي واحد الخلطه اللي ديجا خدمنا بها في القناه ديال ميمتي العزيزه، الا كنتو تذكرتوا معايا، واللي ديجا 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 كيف تنقولوا عندها بزاف ديال الفوائد ومن مكونات اللي فريمون توزن بالذهب، بحيث ان المكون الاول اللي غادي نستعملوا فيها كيزيد الشهيه، وخاصه عند الناس اللي تعانيوا من مشكل ديال اضطرابات في الجهاز الهضمي بالاخص، وكذلك كذلك حتى بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال القولون او لا المصران، وتيكون عندهم مشكل ديال قله الامتصاص، بحيث انها كتنفع بزاف في الامتصاص ديال المواد الغذائيه. غنيه بالكالسيوم والحديد والمنغنيز والفيتامين الف بي 6 بي 3 بي 1 بي 2 وغيرها، وكذلك كتنفع حتى بالنسبه للناس اللي تتكون عندهم هذاك المشكل ديال ما تيقدروش ياكلوا بزاف، اولا كتكون هذاك المشكل ديال التخمه. قبل ما نطول عليكم، غادي نحتاجوا 4 المعالق ديال الحلبه، غادي نديروهم مع 2 الكيسان ديال مع 4 كيسان ديال الماء، وغادي نضيفوا كذلك معهم احد المكونات اللي غنيه، عبدو لوطو ديكتي، اللي غنيه كيف ما تنقولوا بالكالسيوم، وكذلك كتنفع حتى بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال الهشاشه ديال العظام، اللي هي التين. وغادي نديروهم فوق واحد الكاسرونه، نخليهم يطبخوا مزيان، ونضيفوا عليهم 4 المعالق ديال السنيده، وغادي ناخذ التفاح نقيه بهذا الشكل. عبدو هضرنا، هنا كناخدو وحده اللي تتكون كبيره في الحجم ديالها. فوالا، من بعد غادي ناخد هاد الاناء، وغادي نوضع فيه شاره كنسجل. عبدو كمل لوطو ديكتي ديالك، فترة الامتحانات هي اللي مغيباني لكم، واكيد انتم كتدوزوا من هذه الفترة اللي كنتمنى من خلالها يوم موفق لكم، وكذلك فترة موفقة لكم خاصة بالنسبة للأساتذة اللي فريمون فريمون تعانيو، وكذلك تعانيو بزاف هذه الفترة، وكذلك بالنسبة للأمهات. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا، غادي نطحن هاد الخليط، غادي نضيف عليه القليل من الحليب، وغادي نضيف كذلك 2 معالق ديال الحليب اللي غادي يكون مجفف. نقوم بطحن الخليط جيدا، وعلى فكره بالنسبه للخليط الاول اللي درنا واللي ديجا خدمنا منه سيرو، كنكونوا كنضيفوا عليه 4 المعالق ديال
سكر الخشن. وديجا الطريقه راه محطوطه في قناه ميمتي العزيزه. غادي نضيف كذلك هنا اضافات اخرى على حسب الناس واش عندهم فقر الدم او لا. غادي يستعملوها ناس عاديين او لا غادي يتبعوها بالنسبه لزياده الوزن، ولكن تنقوم بغسل ديال الميكسور. فوالا كيف كتشوفوا معايا. ناخذ هذا الخليط نضع فيه هاد اللعيبه ومن بعد نضع ملعقه كبيره من الخليط ديالي اللي ديجا كنت وجدت قبل، وغادا نضيف كذلك القليل من البيستاش وراك كيف كتشوفوا معايا. غادي نضيف كذلك قليل من القرقاع وغادي نضيف حبات من اللوز لانه فريمون تعطيها مذاق زوين ورائع. كذلك بالنسبه للناس اللي تعاني من مشكل ديال فقر الدم غادي تضيفوا ملعقه صغيره من الفوه عفتو، راه ما تبقاوش تعانيو نهائيا من المشكل ديال الانيميا وديال فقر الدم بالمره. غادي نحط هذا الخليط هكا ومن بعد غادي نضيف عليه من الفوق القليل من الشراب ديال الرمان اللي كيكون حلو، وكيف ما شفتوا اولا ممكن كذلك ملعقه ديال العسل كيف ما كتشوفوا ما ضفناش فيه السنيده بالمره. كنظن اننا وصلنا لنهايه ديال الحلقه ديالنا، ما بقينا الا ندعوكم على امل لقاء بكم في حلقه اخرى فيديو اخر، والى اللقاء.